السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خامس. اليوم إن شاء الله سنشرح قصيدة أم المدارس للشاعر حسن فريز. معكم معلمة اللغة العربية من مدارس الفريد سارة خالد. هلأ بداية افتح لي صفحة 58 على القصيدة. مطلوب منكم يا خامس حفظ 4 أبيات، اسم الشاعر، مؤلفات الشاعر، أيضا مطلوب منكم حفظ المعاني والأفكار ونقلها على الدفتر، معرفة مناسبة القصيدة. هلأ الشرح ليس مطالب فيه إنك تحفظه، فقط الشرح فهم. هلأ بداية رح نتحدث عن قائل هذه القصيدة حسني فريز. من هو حسني فريز؟ هو شاعر وتربوي وأديب وكاتب أردني، عمل في مجال التربية والتعليم. هلأ له عدة مؤلفات اللي حكينا رح نحفظها بالإضافة إلى حفظ اسم الشاعر يمس. مؤلفات حسني فريز: هياكل الحب، بلادي، وقصص من بلدي. هدول مطالبين بإنكم تحفظوهم. هيك خلصنا عن حسني فريز. هلأ بدنا ننتقل لمناسبة القصيدة. مناسبة القصيدة طبعا ألقاها الشاعر حسني فريز بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة السلط الثانوية عام 1975. ماذا نقصد باليوبيل الذهبي؟ هو احتفال يقام بمناسبة مرور 50 عام على حدث تاريخي معين. شو هون الحدث التاريخي؟ هون بسبب مرور 50 عام على بناء مدرسة السلط الثانوية. من حضر الاحتفال؟ حضر هذا الاحتفال الملك الحسين. هلأ راح أقرأ المحفوظات ويريت نتبع مع بعض. المحفوظات أم المدارس: كم قد حببت من المدائن، إنما للسلط موقعها الحبيب الغالي. أمي هنا وأبي ومهد طفولتي ورفاق عمري جاسخون ببالي. وربيعها وخريفها وشتاؤها والصيف أحلام وسحر جمالي. إني حفظت زهورها وبقولهم وغناء قبرة الربيع الحالي. في هذه الدار الرفيع مقامها ناجيت في جنباتها آمالي. إني لأغبط من يعلم مخلصا ومن استقل بخدمة الأطفال. أم المدارس كم هنئت بظلها ولقنت أو لقنت حر مقال. حسن فريز الأعمال الشعرية الكاملة. هلأ راح نحكي عن معاني المفردات، مطالبين بحفظهم ونقلها على الدفتر. رفاق بمعنى أصدقاء، الراسخون الثابتون، قبرة نوع من الطيور، هي حطيت لكم هون صورة طائر القبرة. بقولها نوع من الأعشاب، ناجيت تحدثت سرا، جنباتها نواحيها وجوانبها، أغبط أتمنى أن أكون مثله، لقنا فهم، لقنا فهم وعلم. هلأ هون المعاني ياريت ننقلها على الدفتر، ومطالبين زي ما حكينا بحفظها. هون حطيت لكم صورة طائر القبرة للتوضيح. ننتقل إلى شرح القصيدة. طبعا زي ما حكينا شرح القصيدة يمس غير مطالبين أنكم تحفظوا، لا طبعا، بس فهم. البيت الأول: كم قد حببت من المدائن، إنما للسلط موقعها الحبيب الغالي. يقول الشاعر أن حبه للسلط يفوق كل المدائن. المدائن هون يمس جمع مدينة، لقربها من قلبه. إذن هنا يقول الشاعر أن حبه للسلط يفوق كل المدن لقربها من قلبه. البيت الثاني: أمي هنا وأبي ومهد طفولتي ورفاق عمري الجاسخون ببالي. هون يقول الشاعر أسباب حبه للسلط، ومن هذه الأسباب أن منطقة السلط مكان نشأته منذ الطفولة ووجود أمه وأبيه ورفاقه. إذن هذا السبب يذكره الشاعر لحبه لتلك المدينة. البيت الثالث: وربيعها وخريفها وشتاؤها والصيف أحلام وسحر جمال. هون أيضا يحب السلط الشاعر لجمال فصولها الأربعة وسحر الجمال فيهم. البيت الرابع: إني حفظت زهورها وبقولها وغناء قبرة الربيع الحالي.
هون أيضا يحب السلط بسبب زهورها وبقورها وغناء طيورها الجميلة في الربيع كطير القبرم. البيت الخامس: في هذه الدار الرفيع مقامها، ناجيت في جنباتها آمالي. هنا يقول الشاعر: في جوانب ونواحي مدرسة السلط الثانوية التي لها مكانة رفيعة، تحدث الشاعر سرا بنفسه عن آماله وطموحاته. ما هذه الآمال والطموحات التي يسعى إليها الشاعر؟ كما ذكر هذا السبب ذكر عفوا آماله وطموحاته في البيت السادس: إني لأغبط من يعلم مخلصا ومن استقل بخدمة الأطفال. هلا حكينا أغبط بمعنى أتمنى أن أكون مثله. هون الشاعر يذكر شدة حبه وغبطته، أي تمنياته بأن يكون معلما مخلصا، وكل أمنياته تكمن بتعليمه للأطفال. البيت الأخير السابع: أم المدارس كم هنئت بظلها، ولقنت أو لقنت حر مقالم. هنا يقول الشاعر: مدرسة السلط هي أم المدارس، عاش الشاعر هنيئا بظلها ويتذكر كم تعلم من معلميها من الشعر والنثر في الأدب العربي، كما علم الطلاب حين كان معلما. هلأ هيك خلصنا شرح القصيدة، شرحها مبسط بتعبر بشكل عام عن حب الشاعر للسلط وأسباب حب الشاعر للسلط، من وجود أبيه وأمه هناك ومنذ نشأته تواجد في منطقة السلط، أيضا حبه لمدرسة السلط وهي أم المدارس. إذن بشكل عام هنا عبر الشاعر عن حبه للسلط وأم المدارس. الشرح كما قلنا فهم. ننتقل إلى الأفكار. الفكرة في البيت الأول والثاني: حب الشاعر للسلط. الفكرة للبيتين الثالث والرابع: حبه للسلط في فصولها الأربعة، والأسباب التي دعته لحبه للسلط. البيت من الخامس إلى السابع: حبه لأم المدارس ولمعلميهم. ننتقل إلى حل أسئلة القصيدة. يا ريت يمس أسئلة القصيدة بدنا وين ننقلها؟ ننقلها إن شاء الله على الكتاب. أسئلة أم المدارس بنلاقيها صفحة 59. السؤال الأول، هلا هدفته أنا حتى إنه إن شاء الله إذا جبناه بالامتحان تكون معلوماتكم مرتبة. ما مناسبة إلقاء القصيدة؟ زي ما حكينا مناسبتها اليوبيل الذهبي لمدرسة السلط الثانوية سنة 1975. خلينا هلا بدنا ننتقل إلى الأسئلة الموجودة صفحة 59. لماذا أحب الشاعر مدينته أكثر من كل المدن؟ كما قلنا لأنها موطن آبائه وأجداده، لأنه عاش طفولته فيها ويعيش والده ووالدته ورفاق عمره وجميع الذكريات الجميلة فيهم. كيف ينظر الشاعر إلى معلم الأجيال؟ يغبطه ويتمنى أن يكون مثلهم. إذن هنا يتمنى الشاعر بأن يكون مكان هذا المعلم ومثله في إخلاصه. ماذا قصد الشاعر بقولهم ولقنت أو لقنت حر مقالي؟ هون قصد الشاعر، يذكر الشاعر كم تعلم من معلميها، أنه كان حرا في التعبير عن رأيه، وكما أن المدرسة علمته حرية الرأي، وكم طبعا علم الطلاب في مدرسة السلط في مختلف العلوم والمقالات. اقترح عنوان آخر مناسب للقصيدة. مدرسة السلط الثانوية، يعني اللي تحبوا انكم انتوا تختاروا من عندكم، ما في عندي اي مشكلة. هيك بنكون خلصنا ان شاء الله شرح القصيدة وحل اسئلتهم. طبعا مطلوب منكم نقل المعاني والاذكار على الدفتر، حفظ 4 ابيات، حفظ اسم الشاعر، حفظ المعاني، فهم الافكار والشرح، حل الاسئلة على الكتاب. وهيك بنكون خلصنا. يعطيكم العافية، ألقاكم غدا ان شاء الله في حصة زوم.